هاي نرجس جابت لي على اوراق لازم نوقعهن. عف لي اوراق انا اوقعهن. لو خلي نرجس تودين خاله يوقع. عندي شغل وياك اهم من الاوراق. تقعد ليش واقف؟ سمعت سمر تحشوه مهند البارح. متأكد؟ اي متأكد. سمعت الصيح وتحشوه عصبية وستدخل عليها والزمها بس بعدين قلت هاي راح تنكر وتشذب. زي ليش ما اخذت منها التليفون؟ شاكو دليل اكثر من هيك بعد؟ ها كمان سالمين. حتى لو اخذ التليفون من عندها والزمهم اثنينهم متلبسين هم راح يطلعون من عندها مثل الشعرة من العجينة لان ذولا مرتبين وضعهم. يراد دليل قوي عليهم. مش حتسوي؟ والله ما ادري شو اقول لك. يراد نتاكد. انت متاكد كانت تحكي ويا مهند؟ اذا مو مهند وانت ما متاكد احنا بدنا نركض ورا الدليل الغلط بس نضيع وقت. والله ما ادري شو اقول لك اخوي. حيره. يمكن انا سمعت غلط لان اثنينهم شاك بيهم من البدايه. يجوز اني غلط خوي. الفكرة انه احنا نراد لنا دليل ودليل ملموس مو بس حكي. كنت أدري بها يمك يا حقير.